تم إمضاء اتفاقيات بين البنوك العمومية وصندوق الوطني للسكن من أجل تمويل برنامج السكن الترقوي المدعم بالصيغة الجديدة، وهذا تنفيذا لتوصيات كذلك وزارة السكن والعمران التي طلبت من المدير الوطني للسكن توسيع اتفاقيات التي هي كانت مبرمة. معظم المواطنين الذين استفدوا هم عبارة عن موظفين أو عبارة عن أجراء، المدخول تاعهم ما يساعدهمش باش يكون عند هناك أموال، وأظن سوف تكون حافز جدا ممتاز من أجل النهوض بهذا القطاع أو بهذه الشريحة من المواطنين. لكن كريدي إيبوتيكار السكن العقاري متاح لجميع يعني الناس اللي مستفادة من إعانة الدولة ويعني يحبوا يستثمروا في القطاع يعني في الريف، وعندهم يحبوا يديروا مساكن في قطاع الريف على كل حال، ويكون موظفين يعني فيها إجابة صيغة اللي هي يعني تهم الفئة اللي تسكن في الريف.